يا مساء الفل عليكم يا بنات، عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. النهارده بقى دخلتكم بالميزان على طول. النهارده بقى وزنت اول الاسبوع عشان نمشي مع بعض. مبدئيا كده مش عايزه حد يضحك على الشراب، عشان انا دخت على الشراب مش لاقيه خالص فردتين، فلقيت دول قلت خلاص انا هصور بيهم، يعني هصور بيهم. طبعا سبحان الله ربنا يبارك فيهم، يعني مش سايبين حاجه في مكانها، فعشان كده مش عايزه حد يضحك. بس في الاول بصوا، انا كنت وزني 81.5، فقلت اوزن بقى معاكم النهارده برضه عشان اشجعكم، عشان انتوا بتقولوا لي فيديو ميزان بيشجعكم، فانا قلت يعني هصوره. فانا طلعت على الميزان لقيت نفسي 79.900 جرام، وانتوا زي ما انتوا عارفين طبعا متعودين ان انا بطلع 3 مرات، شكلي الشرابين يضحك. فطلعت 3 مرات لقيت نفسي 97.200 جرام، تمام. فالحمد لله يعني كان كويس الميزان النهارده، فتشجعوا بقى وزنوا كل اسبوع اول اسبوع كده، وان شاء الله باذن الله كلنا باذن الله نخس بصحه يا رب وبسلام، والصيف بقى داخل والحاجات هتبان وكده يعني، فعايزين نشد حيلنا شويه. هنا بقى بعد ما وزنت وشربت الميه، هو انا فعلا في نزول في الوزن، بس ما حبيتش ان انا لخبط قوي يعني، فشربت النسكافيه ده محمد كان جايبه، لقيته بالشعير ومش عارفه وحاجات كده، فقلت خلاص انا هجربه، فلقيته طعمه كويس. يعني انا مش بشرب الحاجات دي، مش بفضلها، عشان بيبقى فيها سكر طبعا وفيها مبيضات، فتلاقوني دايما ان انا بعمل النسكافيه في البيت ما بشتريهوش خالص، يعني اللي هو 3 في 1 والكلام ده مش بجيبه دايما يعني، او ما بجيبهوش اساسا غير فين وفين. فعملت هنا بقى الكوبايه النسكافيه دي، وهعمل بقى الفطار برضو. بعد بقى لما حضرت كده الكوبايه عملت الفطار معاكم. الفطار النهارده كان سهل برضو بسيط، يعني مفيش حاجه، هو كانت الحاجات كلها النهارده بصراحه كان معظمها محمد جايبها، وهو جايب الليل امبارح، فعارفين انتوا الفايش السعيدي ده اللي هو بيتباع في الافران، بعشقه بعشقه، بس يعني مش بجيبه عشان خاطر برضو هو في دي ابيض وسكر وكده، بس طبعا محمد جايبه بقى ما قدرتش اقاومه بصراحه، فخدت منه كده واحده بس، وحطيت عليها جبنه اللي هي البيضه الملح الخفيف، بحب برضو طعم الجبنه اللي هي ملح خفيف، ومع ان في ناس برضو قالوا غلط عليها فمش عارفه ليه، بس انا بحبها برضو. وخدت معاها كده خياره، خدت قطعه بس منها ما خدتهاش كلها، وخدت كمان الكوبايه النسكافيه اهي، وكده الحمد لله ده هيكون فطاري طبعا، ما تنسوش الميه الاول، تمام. هاخد بقى الفطار بتاعي وهخش بقى اشوف شمشمة وعمار عاملين ايه جوه. الحمد لله دخلت لقيتهم بيتفرجوا على الكرتون، والدنيا الحمد لله هاديه يعني. وبس كده هفطر بقى، وعايزه اوريكم بقى المكرميه اللي انا عملتها. انا نزلتها ستوري على الانستجرام، الحمد لله عجبت ناس كتير، الحمد لله يا رب. فانا حبيت برضو صحابي وحبايبي اللي على اليوتيوب برضو اوريكم بقى الطريقه، فتعالوا بقى اوريكم عملتها ازاي، ويلا بينا. فاكرين بقى الجسم الشجر ده اللي كان عندي متعلق؟ الناس طبعا متابعيني عارفين، فاكرينه كنت معلقه فاضي لاني كنت حاطه فيه ساعه رمضان وصور لينا وكده، فشلت الحاجات دي كلها وكان متعلق فاضي، كنت بقول لكم لسه مش عارفه هعمل فيه ايه. فانا عملت فيه شكل المكرميه دي، حطيته كده جنب التلفزيون، فقولوا لي بقى رايكم ايه. انا كنت حاطه هنا الحامل، كنت بصور الطريقه على الانستجرام لاني في بنات سالوني عليها، فانا قلت برضو الناس صحابي بتوع اليوتيوب الجمال المتابعين هصور لكم برضو الطريقه بتاعتها، لانها سهله جدا جدا، وبصراحه عطت شكل شيك جدا في الاوضه اهي زي ما انتم شايفينها، يا رب تكون واضحه. وهي سهله قوي قوي، وبالذات كمان ان اسعار المكرميه لقيتها على النت بصراحه كانت سعرها عالي شويه، فقلت لا انا هعملها في البيت، فهي سهله قوي. اول حاجه انت جسم الشجر ده عشان تجيبيه، ده يا جماعه كنت في النزهه في حديقه الحيوان، فكنت مع سمسم عمار هناك، فلقيته يعني هناك فاخدته. انت تقدري تجيبيه مثلا من تحت البيت عندك، من شجره، من اي حديقه جنبك فيها بيبقى مليانه الحاجات دي، بيقع من الشجر يعني، فانت تقدري تجيبيها. مش عايزه تجيبيها ومش قادره تجيبيها، ممكن تجيبي عصايه مكنسه، ده وده عادي مش هتفرق يعني، المهم حاجه يعني نربط عليها، تمام. هنجيب بقى خيط المكرميه، انا جايبه البكره ب 10 جنيه زي ما قلت لكم، بتربطي كده من فوق كده زي ما انتم شايفين عشان خاطر نعلقها منها، وهنربط كمان من تحت نفس اللي فوق ده، هنربطه كمان تحت وفوق، يعني تحت وفوق. طيب يا منى الشكل بقى اللي تحت ده، بصوا انا هرفع لكم دي الاول عشان دي ايه هقولها لكم في الاخر الطريقه. بصوا الشكل بقى ده انا عاملاه ازاي اللي هو ده، بصوا من فوق اهي متعلقه، من تحت بقى الخيط اللي زي ده بالظبط متعامله بقى انا ده عليه ازاي، هقول لكم بقى ازاي. بصوا بقى يا بنات، هنجيب الخيط كده اهو، هنقص طويل كده زي ما انتم شايفينه، وهنيجي نقسمه كده بالنص اهو بنفس الشكل كده اهو، تمام.
كده وهنقسمه كده بالنص. انت حبيبتي بصوا اهو هنيجي كده بقى، هنيجي هنا بقى كده. بصوا ركزوا بقى معايا اهو اهو زي ما انتوا شايفين كده، وهاجي كده اشد الخيط كده 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 اهو، وهقعد هعملها عقده يعني اهي تتعلق بقى معاك. هتديكي اتنين لان احنا قاسمينها بالنص. هعمل واحده كمان اهي برضو، تمام؟ اللي فوق المتنيه دي هي اللي من فوق، هاجي عند الخيط ده واحط دي كده اهو اهو، وهشد دي كده اهو. استنى اعمل لكم واحده من قريب برضو عشان خاطر ايه تشوفوها كويس. هبصوا بقى بنات قربتها لكم اهو، بصوا كده اهو تمام اهي اهي زي ما انتوا شايفينها كده بنفس الشكل. وهنيجي بقى عند الخيط كده اهو، هحط دي كده اهو، هشدها كده شويه وهمسكها كده اشد الخيط واعقدها بس اهي. بصوا كلها بنفس الشكل ده. عايزين هعيدها معاكم تاني برضو عشان خاطر عارفه الحاجات دي بتبقى صعبه شويه على الناس وبيبقى نفسها تعملها وهي سهله جدا مفيش اي حاجه. هنجيب الخيط اهو اهو، وهجيب الناحيه اللي انا ايه ربطاها اهي كده كده اهو، وهنمسك الاثنين اللي تحت دول نشدهم بس، وهتتعقد معاكي وكلها بنفس الشكل اللي انتوا شايفينه ده اهي كده تمام اهي. وبتيجي بقى انت بالمقص تقصي بقى التدريج اللي انت عايزاه. انا لسه هظبطها شويه برضو، ممكن تعمليها كده على فكره وتعلقيها بنفس الشكل، ولو عندك لولي عندك خرز تعملي واحده كمان تحت كده وتبقى شكلها حلو قوي. لو انت هتستصعبي طريقه الفرع الشجر ده هو سهل قوي برضو نفس الفكره مفيش اي حاجه، هنزل لكم برضو صورته وهحاول ان انا اصورها لكم. بس برضو هتلاقوا الطريقه برضو على الانستجرام، لان في حاجات ببقى سهل عليا ان انا انزلها بسرعه على الانستجرام، فهسيب لكم لينك الانستجرام بتاعي برضو تحت في تعليق مثبت يعني ان شاء الله. وبس كده يا رب اكون بقى فدتكم. بصوا عطت شكل تحفه في الاوضه، مش لازم يا بنات كل حاجه تجري تشتريها بقد كده، لا وفري وهاتي حاجه يعني ادفعي فلوس في حاجه تستاهل او حاجه صعبه ان هي تتعمل، انما حاجات زي كده يعني اما تلاقيها مثلا ب 400 وب 300 وهي اصلا بكره الخيط انا جبتها ب 10 جنيه فبيبقى لا حرام يعني. فلا نقدر احنا نعملها في البيت اهي. بصوا منتهى السهوله، عندك ما عندكيش دي عصايه مكنسه ب 5 جنيه عصايه المكنسه، يعني لو ما عندكيش دي 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 في الشارع، دي موجوده في الشارع تحت اي شجره كده يعني، فهتجيبيها ببلاش. وبس هو اللي هتتكلفيه هو ايه، هو الخيط ده بس اللي هتتكلفيه، بس هيديكي والله شكل تحفه قوي قوي. والمكرميه الايام دي طالعه ترندي جدا يعني، فحبيت ان انا اعملها وحبيت ان انا افيد متابعيني ان هم يعملوها. ويا رب اكون فدتكم وبس كده، وتعالوا بقى نكمل باقي يوم. تعالوا بقى بينا نخش بقى الغدا. النهارده هعمل برضو غدا صحي مش دسم ولا اي حاجه، برضو هو بصراحه اللخبطه هتحصل بالليل فانت هتشوفوها معايا. بصوا جبت كده فراخ اللي هي البانيه تمام، وحطيتها بقى في الكيس كده الحتت التخينه بس، مش بحط مثلا المفروض او عشان بتتقطع التخينه بس، في حتت كده بتبقى تخينه كده. بصوا يعني انا اللي بلاقيه رفيع بسيبه، اللي بلاقيه بقى تخين كده ملحم شويه بضربه كده عشان خاطر يتفرد معايا شويه، لان انا بشويه على الجريل على طول يعني مش بدخله الفرن. فهنا جيت هنا براس الشاكوش لان ايد الشاكوش عندي اتكسرت، فبعمل بالايد برضو تقضي الغرض يعني. فطلعتها بقى كده، وفاكرين الكيس ده لو فاكرين بقى بقولوا له لو شاطرين يعني الكيس ده كانت شاريه فيه ايه. فحطيت بقى كده الفراخ فيه، وبس طبعا نضفته الاول وكده يعني. فحطيت بقى هنا الفراخ اهو زي ما انتم شايفينها، هدقها كده دقه زي ما قلت لكم، وهحط بقى عليها ايه، هحط عليها بهارات بس مش هحط عليها حاجه تانية. ليه؟ لاني هعمل لها صوص خفيف وصحي ومختلف، وفي نفس الوقت كانك يعني بتاكلي كانك في مطعم كده، مش دايما الحاجات اللي هي الصحيه تكون يعني تحسي ان هي حاجات مسلوقه بس مش عارفه ايه وتكرهي نفسك، لا يعني عملت صوص كده جنبيها في نفس الوقت يكونش سعراته عاليه يعني انتوا تشوفوه معايا. حطيت ملح وبودره بصل وبودره ثوم وسماء وبهارات اللي انت بتحبيها حطيها فيه، بهارات ما فيهاش اي مشكله خالص تمام. فانا بقى هقلبها كده وهسيبها بقى شويه، وحطيت عصيره ليمون صحيح كمان، تقدري برضو تحطيها وبس هسيبها بقى تتبل كده شويه. بصوا بقى مكونات الصوص ايه، جزر نص تفاحيه بصل بصلايه وسط صغننه تفصين ثوم وبس كده، هي دي الحاجات اللي انا هعملها معاكم دلوقتي بقى صوص. هحط عليهم معلقه صغيره زيت زي ما انتم شفتوا رشه كده
على البصل والجزرة ونص تفاحة او تفاحة كاملة وفصين ثوم. هديهم بقى تشويحة حلوة على النار، وهحط عليهم مية تمام، وهنزل عليهم ايه، معلقة كاري او كركم وكمان معلقة دقيق. بس الغلطة اللي انا غلطتها، انا حطيت الدقيق على المية السخنة فكلكع معايا شوية، فانت هتدوبي معلقة الدقيق في نص ربع كوباية مية كده صغننين، تقلبيهم كويس وتنزليهم عليها، لان بصوا كلكع معايا ازاي، فانا كنت متسربعة ساعتها فحطيت الدقيق على طول. بس الصح ان انت تدوبي الدقيق بره، بعد كده ترجعي تحطيه تاني في المية. وبس كده بنات، هسيبها بقى تغلي شوية كده لحد ما الحاجات كده تستوي والتفاح يطرى معايا شوية، وهضربها في الخلاط وبس كده. بص انا حطيت حبة دقيق في مية عشان خاطر تتخن معايا، لان انا عايزاها صوص زي ما قلتلكم. واللي كان ورا ده رز بسمتي كنت عاملاه لسمسمة وباباهم وعمار وانا كمان عملت، بس عملت ليا فريك، ما عملتش ليا رز. وبس كده بقى هحط بقى ايه، ملح وفلفل اسود، بس مش هحط عليه بهارات تاني خالص، هو بس ملح وفلفل. هسيبه بقى زي ما قلتلكوا كده يغلي شوية، وبعد كده هضربه في الخلاط. عايز اقولكوا طعمه حلو وتغيير برضو، موضوع ان انت تعملي صوص كده وتحطيه في الاكل مش وحش، ده بتحسي كده ان انت ايه، بتاكلي حاجة كده حلوة، فاهمين قصدي، اللي هو فراخ مثلا بالصوص، مش عارفة ايه شبه يعني، لما تقولي بقى ايه، لا ده انا عامل دايت والاكل مش هيبقى حلو ومسلوق بس ومفهوش تغيير، لا انت تقدري تغيري، بس هي الفكره ان انت تعملي الحاجه بس بمقادير صحيه. انا شويت كوسه وشويت الفراخ اهي زي ما انتم شايفينها على الجريل بس مش اكتر، وضربت اهو الصوص. بصوا شكله حلو قوي قوي، وكان شكل الطبق بجد كان تحفه، محمد عجبه جدا، وحطيت له بقى هو كمان على الفراخ، وهو كان خد الرز يعني، وانا عملت ليا فريك. وبس كده، هو ده كان غدايا النهارده، فقولوا لي بقى رايكم برده الغدا النهارده حلو ولا لا، وهنتغدى بقى وهرجع لكم بقى بالليل. النهارده بقى ايه، محمد حب ان هو يجيب حلويات تمام، فقال لي انا هجيب حلويات النهارده، يعني هجيب، عشان بقى لنا فتره ما كناش بصراحه وما عملتلهمش يعني غير كيكه بس من كام يوم، وهو مش بيقبل على الكيكه قوي يعني، فروحت جايب بقى الحلويات دي وعملت كده 2 قهوه بلبن، والحلويات زي ما انتم شايفينها اهي، وشويه كده لب وسداني، وبس كده هنقعد بقى ايه نتفرج كده على فيلم او حاجه وبس كده، ويومنا شكرا. انا كده الحمد لله عدى حلو يعني، وقولوا لي بقى رايكم في الكومنتات، واشوفكم ان شاء الله على خير، وباي باي.